وللمزيد حول مباحثات اللجنة الدستورية السورية المنعقدة في جنيف والتي يشارك فيها وفد من المعارضة، ينضم إلينا السيد باسل حفار رئيس مجلس إدراك للدراسات عبر الخط الهاتفي من إسطنبول. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، حياكم الله. اختتمت إذن في جنيف الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية، كيف تقيمون هذه المباحثات إجمالا ولا سيما الجولة الرابعة؟ تحياتكم لمشاهديكم الكرام. الحقيقة هذه يعني الجولة، وهي الجولة الرابعة كما ذكرتم، يعني لم تكن مميزة كثيرا عن الجولات التي سبقتها من حيث التعطيل الذي حصل، التأجيل المستمر، عدم التداول أو تناول المواضيع الأساسية والمواضيع الضرورية بالجدية الكافية، والاكتفاء برفع ما يمكن تسميته رفع الشعارات أو الحديث عن خطوط عريضة ومحاولات يعني نوع من النكايات المتبادلة بين الوفود الحاضرة. ومع الوقت يتبين يوما في يوم عدم رغبة طرف النظام بالذات في المضي قدما في هذه العملية وضع العراقيل أمامها. نعم. طيب، إذا كان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء الجولة الرابعة أكد على أن هناك نقاط مشتركة بين الوفدين، إلى أي مدى ترى أن النظام قدم تنازلات لازمة حتى يمكن المعارضة أو يمكن للمعارضة التوافق عليها فيما بعد؟ هو المبعوث الدولي قال أن هناك نقاط مشتركة بين الوفدين، لكن لم يشرح حقيقة يعني أين هذه النقاط. قال نحن لاحظنا وجود نقاط مشتركة، والحقيقة يعني يبدو أنه الوحيد الذي لاحظ هذا الأمر. يعني بينما كانت مثلا وفد المعارضة كان يتحدث عن سيادة القانون والسيادة الوطنية والهوية الوطنية والعقد الاجتماعي، كان وفد النظام يتحدث عن موضوع اللاجئين وإعادة الإعمار وقسم اللاجئين إلى لاجئ حقيقي ولاجئ غير حقيقي وأعطى تعريفا لكل واحد منهما، وتحدث كثيرا عن موضوع إعادة الإعمار وعن الدور الدولي والإقليمي غير المشجع وما إلى ذلك. يعني حتى على مستوى المواضيع الأساسية التي كان يطرحها كل طرف، كان هناك تباين واضح في نوعية وطبيعة المواضيع التي يطرحها كل طرف ويعتبرها أولوية للنقاش، فلم يتم الاتفاق على جدول أعمال حقيقي، لم يتم الاتفاق على مواضيع مشتركة، لم يتم الاتفاق على الأولويات، لم يتم الاتفاق على أي شيء. يعني وهنا يعني كما قلت قبل قليل، هي تشبه إلى حد كبير جولات الثلاثة التي يعني التي سبقتها، ولا تبدو يعني هذه الجولة أكثر من عملية مجاراة ومماطلة جديدة يعني تقوم بها الأطراف، لم يتحقق فيها أي تقدم ملموس. نعم. طيب، وفدان النظام والمعارضة اتفقا على المبادئ الأساسية للدستور المزمع كتابته، ما المرجعية التي على أساسها اتخذ وفد المعارضة قرار التوافق على المبادئ الأساسية؟ الوفد المعارضة بالأساس الموجود في اللجنة الدستورية مرجعيته في كل ما يقوم به بما يطرحه أو ما يوافق عليه هو هيئة التفاوض. نعم. وهيئة التفاوض بدورها هي لها إطار مرجعي أيضا يتكون من هيئات المعارضة أو من هيئات الأربعة أو الخمس المعارضة اللي ويشكل الائتلاف الوطني الهيئة الأكبر أو الهيئة الأساسية ضمن هذه المرجعية. ضمن هذا الإطار تتشكل أو يعني يمكن تصنيف أو النظر إلى مرجعية وفد المعارضة أو إلى كيفية صياغته وموافقته على القضايا المختلفة وفق إطار المرجعي، وفق هذا الإطار المرجعي. الخارجية الأمريكية تقول إن مهادنة إيران تسببت في تهجير السوريين، ماذا يمكن لوفد المعارضة الاستفادة من ذلك في ظل هذا التصريح؟ الخارجية الأمريكية منذ فترة ليست بالقليلة يعني تمارس ضغوط ليست بالهينة على النظام، ولكنها لا توجه يعني لا تريد أو لا تحاول توجيه ما يمكن أن ينتج عن هذه الضغوط، النتائج التي يمكن أن تنتج عن هذه الضغوط إلى نوع من الفائدة التي يمكن أن ترجع إلى المعارضة، هي توجهها إلى نوع من الفائدة التي يمكن أن ترجع إلى الطرف الآخر الذي تدعمه الولايات المتحدة، وهو في هذه الحالة الإدارة الذاتية أو قوات سوريا الديمقراطية أو الميليشيات المحسوبة على الطرف الكردي بين قوسين. أما الفائدة التي يمكن أن تجنيها المعارضة من الضغوط الأمريكية على النظام الحقيقة هي محدودة جدا جدا جدا، وحتى ضمن هذا الإطار المحدود يعني تحاول المعارضة مثلا تحقيق بعض المكاتب الإنسانية مثل إفراج عن المعتقلين، فتح الطرق إذا كانت هناك مناطق أو نقاط محاصرة، يعني إبلاغ الأهالي وذوي المعتقلين وذوي
الشهداء بحقيقة وضع أبنائهم داخل السجون وكونهم على قيد الحياة من عدمه لأنه أخبارهم منقطعة والنظام لا يسمح بالاطلاع على أوضاعهم، كل هذه الأمور. لكن حتى هذه المكاتب ذات البعد الإنساني البحث أيضا لم تتحقق، والخارجية الأمريكية أو الجهة الأمريكية بقدر ما تضغط في هذا الاتجاه علنا أو في وسائل الإعلام إلا أنها في كل جلسات المفاوضات تتحدث إما عن مكاتب ممكن تتحقق إلى طرف الإدارة الذاتية وحلفائها في شرق الفرات، وإما عن مكاتب تتعلق بالدور الأمريكي وعلاقة الولايات المتحدة بالنظام مباشرة دون أن تناقش ما يمكن أن يعود على المعارضة أو على طرف المعارضة من فوائد من خلال هذا الضغط. شكرا لك الأستاذ باسل حفار، رئيس مركز إدراك للدراسات، عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.